اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام اللي بيتابعوني من قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. النهارده من مطبخ دريم هتاكلنا ايه يا عم الشيف؟ النهارده مع بعض هدفنا ان احنا نعمل اكلات بسيطه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن كمان القيمه السعريه او القيمه الماديه الشرائيه قليله جدا، مش عشان نوفر، لا، عشان كمان اقتصادي والتبذير مش كويس. احنا ممكن ناكل الوجبه بتاعتنا فيها كل العناصر الغذائيه ولكن ما نصرفش كمان كتير. النهارده مع بعض هنعمل دبابيس الفراخ بالبصل والسماق، اسم جميل جدا بنشوفه في بعض المطاعم الكبيره كمان وفي الدول العربيه. يعني ايه دجاج مسخن؟ يعني ايه فراخ بالسماق ودبس الرمان؟ دي اكله مشهوره. انا هاخد الدبابيس الفراخ اللي هي الفخاد الصغيره واعملها بدبس الرمان مع السماق مع البصل، خلطه جميله جدا هنشوها في الفرن هتطلع جميله، ناكل الخلطه قبل الفراخ، ايه رايكم؟ هنعمل معاه كمان طبق مكرونه بالمشروم والكريمه. مشروم يعني بروتين نباتي، اغنى انواع الخضار من البروتين هو المشروم. العشبه الجميله الحلوه المشروم في منه انواع، في منه الغالي والرخيص، احنا بنجيب اللي موجود عندنا في مصر الطازه بنعمله مع المكرونه بالوايت صوص او بالكريمه. هنشوف ازاي الكريمه بتاعتي مع المشروم مع المكرونه. هنبدا منين؟ هنبدا من دبابيس الفراخ بالسماق ودبس الرمان. مقاديرها دبابيس فراخ حسب عدد الاسره، احنا معانا تقريبا كيلو الا ربع، ومعانا بصل ومعانا سماق، معانا زيت زيتون وملح وفلفل، ما ننساش دبس الرمان مع البقدونس للتقديم. المقادير بسيطه جدا، انا مش مكتر لك الحاجات اللي بنستخدمها عشان ما تنسيش حاجه، وقدر الامكان تقللي من الحاجه اللي هي الاضافات عشان تغيري من طعم الاكل. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم ممكن تكتبوها سريعا. تعالوا نعمل طبق فراخ حلو جدا مميز واخد الطعم العربي الاصيل الخليجي جميل جدا، ازاي؟ بدبس الرمان والسماق. ونوضح واحنا شغالين مع بعض شويه معلومات مهمين جدا. لما بنستخدم الفليفر بتاع دبس الرمان او السماق لازم اختيارك هنا لانواع البهارات تكون محدوده. ما احطش بهارات كتيره بقى تخطف الطعم. زي ما اقول لك مثلا واحد قاعد في القعده مثلا ضحك ضحكه غير تقليديه فبيخطف المنظر او بيخطف القعده، فلازم يكون في عمليه توازن في التوابل هنا عشان تبقى ايه الطعم اللي انا عايزه موجود في الاكله. انا عايز طعم دبس الرمان مع السماق فما احطش توابل ثانيه، التوابل ملح وفلفل وفقط مع بعض. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا معايا دبابيس الفراخ اهي زي الفل مغسوله بالملح الخشن وبالدقيق، تشتريها من اي سوبر ماركت بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وتخليها زي ما هي. هنعمل الخلطة مع بعض سريعا كده، ودي مهمة جدا. عندي شوية بصل تقريبا يعني ثلاث بصلات حلوين كده محترمين، هنقطعهم جوليان بالسكينة زي الفل. وانت بتقطع البصل طبعا لازم سكينتك تكون ناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد البصل بالتقطيعة دي كده عشان يستوي بسرعة. الله، حلو. واحنا بنقطع البصل بنقول التركيبه ايه؟ التركيبه دبس رمان وسماق، بنغلف بيه البصل الحلو ده كده بالشكل ده كده. الله، اهو يا نعم. بيقول لي يا شيف اي اتجاه لتقطيع البصله مهم جدا؟ والله سالت سؤال كبير جدا ومهم جدا يا استاذ عبد اللطيف، يهمني في مخرجنا الجميل عايز يعرف التكنيك والتفاصيل اللي حضراتكم لو كلفتوا نفسكم واتصلتوا ما تعرفوه. انا مسكت البصل قطعته بالشكل ده كده، العدسه الجميله هتجيب الشكل ده كده. دي الطريقه لتقطيع البصل، سواء هعمله فتوش، سواء هعمله مع الشاورما، سواء هعمله مع الاكله دلوقتي اللي انا هعملها المسخن بطريقه مع دبابيس الدجاج. لو انا قطعته العكس البصل ده على ما يستوي هيتهري، هيبقى ناعم ومفروم زي المبشور بالظبط. انا عايز احافظ على الشكل بصل جوليان، دي التقطيعه او المصطلح اللي احنا عارفينه في المطبخ. جوليان يعني ايه؟ يعني امسك البصلايه كده اهي اهي، ما تدينيش الشكل ده غير بالتقطيعه اللي انا بقطعها ديت. عرفنا الكلام؟ اهو نمسك بصلايه سليمه كده ونشوف الاتجاه بتاع التقطيع ده، مهم جدا عشان تقطيع الخضار ده مهم جدا في مطبخي، وتحافظ على السائل اللي موجود سواء في البصل او في اي نوع خضار. البصلايه تقطعها بالشكل ده كده اهي. وده بصل احمر عادي وبصل ابيض سيان. معاك البصله بالشكل ده كده. في طريقتين للتقطيع، لو انا قطعتها كده كده، شوفي كده الطريقه ديت في حاله لما تعملي مثلا ايه اكله طاجن باميه لحمه متبله، فمش هتفرق معاك البصله تطلع جوليان سليمه او متقطعه، دي تتقطع بسهوله جدا اللي هي الطريقه ديت اهي.
الطريقة دي البصلية بتتقطع فيها بسهولة، شايفة؟ لأنها عكس الاتجاه بتاعت الأنسجة بتاعتها. لازم ندرس مطبخ صح، اتجاه البصل في الأنسجة بتاعته بيحافظ على إن هو يكون صحيح حتى بعد السوى، حتى وانت بتحمريه علشان تحطيه على طبق الكشري أو طبق المجدرة والمدردرة اللي احنا عارفينها. تبقى البصلة سليمة زي جوليان متقرمشة، لازم تقطعها بالعكس ده كده، بالاتجاه بتاعنا ده كده، اهو عكس كده، اهو بالشكل ده كده، اهو حلو الكلام؟ اه المعلومة دي طبعا ما ينفعش ان هي تفوتني غير لما انا اقول عنها. حلو، اه الحاجات الصغيرة دي بتفرق قوي. اه حلو، انا اخد البصل بالشكل ده كده ونخليه هنا كده. حلو قوي، هنبدأ نحط على البصل ده شوية توم. حلو قوي، بصل وتوم. اه عصابة، بسميها العصابة لتحريك الدم في شرايين الجسم، السماء. اه ده السماء بقى اللي هو ايه، لب الموضوع الاساس كله. اه حلو قوي، شوية زعتر. حلو، يمشي الزعتر مع السماء جامد جدا، الزعتر اليابس بتاعنا. عندنا بقى المعلم بتاعنا دبس الرمان اللي موجود في السوبر ماركت باسماء مختلفه، اللي هو دبس الرمان اللي احنا الرمان المعتق، اهو نازل عامل زي العسل الاسود ولكن حامض طبعا. اهو الله، وشوفت انا عملت ايه، وفي الاخر هي فراخ، بس الطعم هنا بقى جنان ما اقولكيش. اهو هناكل الخلطه دي قبل الفراخ. كده دبس الرمان كلها، هنضيف ملح يا عم الشيف. اه اساسي طبعا، هنحط ملح ده اساسي طبعا. اه شويه ملح كده، حلو قوي، تمام. حلو، عصير الليمون يا عم الشيف اساسي، عصير ليمون. حلو تمام، زيت اساسي، زيت زيتون ده، هي الاكله ديت زيت الزيتون اساسي فيها، السماء مع زيت الزيتون مع دبس الرمان المسخن اللي احنا عارفينه من المطبخ الفلسطيني او الاردني، الاكله الشهيره اللي هي المسخن الدجاج. باخد الخلطه كلها زي ما هي كده وبايديا كده، ايه الله الله، بصل، ثوم، دبس الرمان، سماء، عصير ليمون، شويه زعتر محترمين، رشه ملح جريئه، كل ده مع بعض. اه حلو قوي، ده كلام جميل. فرصة واحنا بنتكلم هنا نتكلم عن مسخن الدجاج، أكلة عربية خليجية مشهورة جدا في فلسطين وفي الأردن بالذات وفي الخليج. طبعا بتتشهر الأكلة بناء على أن طبعا الشيفية والهجرة والسفر وأن احنا ننتقل من بلد لبلد، فكل واحد بياخد الأكلات اللي بيتميز بيها والبلد اللي بتتميز بيها يعملها، يبدأ الشعب يأكلها، يبدا يستطعمها، نبدا نعملها وهكذا. زي طبق الكبسه من السعوديه، شعب السعود الشقيق بنعملها، خلاص بقينا احنا المصريين بنبدع فيها دلوقتي. ليه؟ عشان بنحب الشعب السعودي وبنروح نعمل عمره، نعمل حج، نزور الاراضي المقدسه، نرجع بالكبسه بالمندي بالمشخول بالتميس والحاجات دي كلها، بالمطبق، الحاجات الجميله الحلوه. ادي البصل بتاعنا الجميل، اه زي الفل. بجيب صينيه، هنا الفرن جاهز عندي مولع، خلي بالك، وعندي كده ايه اهو، ده البصل، نحط شويه كده في الصينيه، نحط دبابيس الفراخ هنا، نمسكها نفتحها كده فتحه صغيره عشان تستوي معانا في وقت قليل بالشكل ده كده. يا نعم، الله، سؤال حلو قوي كمان جالي دلوقتي، هو الكنترول طبعا مش متوصل، شفتوا بنسال الاسئله اللي انتوا بتفكروا فيها وقاعدين بتشوفونا ومكسلين تتصلوا. ينفع نعملها بأي قطعة من الفراخ؟ يعني صدور فراخ، الفرخة كلها، مفيش مشكلة، صدور فراخ، نفس الطريقة مفيش أي مشكلة. ينفع نعملها باللحمة؟ لا ما ينفعش، مش تبقى حلوة. حبيبي البصل، حبيبي أعمل إيه طيب؟ ناخد كده الفراخ زي ما هي كده أهو، الله. هنا بقى المفروض إيه يا شيف؟ ما إحنا نتكلم عن الصح والغلط. المفروض تقعد في التتبيله دي مش اقل من ساعه في التلاجة كده في جو الحر ده كده عشان نشويها، بس طبعا عشان نشرح لحضراتكم كده احنا بنعملها بسرعه. المفروض نحط الخلطه دي مع الفراخ في التلاجة كده لمده ساعه تقريبا، تقوم الفراخ تشرب الخلطه الحلوه دي كده، الله. المفروض بقى الاكله دي تتقدم معاها الخبز الصاج اللي هو الخبز السوري الجميل الحلو، الاخوه السوريين هنا لهم تحيه والتقدير، بيعملوه طبعا منتشر دلوقتي، الله. شايفين الجو ده كده؟ اه تمام. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على الفرن، درجة حرارة الفرن هنا يا عمي 180، لازم تكون الفرن درجة حرارته عالية. واسيبها وانساها بقى،
عشان عندنا طبق مكرونة أنا شخصيا بحبه، ما نغطيهاش عشان عايزها تبقى مرمشة ومحمصة، نحطها في الأرضية ولا في النص؟ لا، في أرضية الفرن. الله، حلوة. يلا باي باي. هل الوقت اللي معانا في البرنامج يسويها؟ ان شاء الله يسويها باذن الله وتستوي وتبقى زي الفل. احنا مع بعض اهو، حتى لو ما استوتش هنشرح الموضوع برضو بايه ونقول المفروض يبقى ايه واحنا مع بعض. تعالوا نعمل مع بعض طبق مكرونه حلوه قوي، مكرونه بالمشروم مع الوايت صوص او الكريمه او الجبنه. نعمله ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه. شوفوا انا شغال بنظف ايدي في النظافه، يبقى مطبخك نظيف اول باول. حلوه قوي. نشوف المقادير على الشاشة. مكرونة بالمشروم والكريمة، مقاديرنا كالآتي: معانا مكرونة بنة اللي هي المكرونة القلم، معانا مشروم طازة وزي الفل من خير بلدي، حلوة ومش مستورد ولا حاجة، ده مصري أصيل، ومعانا كمان كريمة لباني وتوم وبصل، الملح والفلفل والزعتر أهم حاجة في الأكلة بتاعتي، الجبنة اختياري، الجبنة حسب الرغبة. تعالوا نشوف ازاي نعمل الطبق الحلو ده كده مع بعض واحنا واقفين بالسلة مع بعض. وطالما تطرقنا للمكرونه بالمشروم نعرف المكرونه بالبشاميل بتتعمل ازاي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. انا معايا طاسه على النار. طبعا المكرونه المفروض ان احنا كنا نسلقها مع حضراتكم، احنا سلقناها هنا نص سوا تقريبا بالشكل ده كده. حلو الكلام، عشان طبعا هدخلها على الصلصه بتاعتي اللي انا هستخدمها دلوقتي اللي هي صلصه المشروم. بجيب المشروم بتاعنا وفي طاسه على النار تسخن. باخد المشروم مقطعه بالشكل ده كده. حلو. طريقه برضو لتقطيع المشروم عشان احافظ على شكله بنفس الطريقه دي كده اهو. اساتذه المصورين حبايبي لازم يجي بالشكل ده كده اهو. باجي من هنا كده واقطعها كده، ما ينفعش اقطعها كده كده. المشروم ده على ما يستوي هيبقى مهروس، مش هعرفه انه مشروم خالص اهو. شفت كل الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا اهو. تاني المشروم اهو يتقطع بالشكل ده كده، بالطول كده غلط، لازم كده بالشكل ده كده عشان نحافظ على شكل المشروم ويبقى واخد المشروم. شايفين المشروم تقطيعته ازاي باين على شكل نص قلب ازاي اهو كده، بقى قلب كامل. شايفين ازاي دي بالشكل ده كده؟ تمام، حلو زي الفل. الله ينور على الاساتذه المصورين. طيب حبايبي والاخراج الجميل، نقطع كده. تمام، المشروم يتقطع بالشكل ده كده ونخليه على جنب. حلوة شوية مشروم حلوين كده. لو في مشروم علب ومش موجود الطازة مفيش مشكلة، بس خلي بالك بقى وانت بتشتري المشروم العلب، هنا الموضوع هنا بقى صعب شوية. ايه هو؟ لما تشتري المشروم العلب هتشوفي تاريخ الصلاحية على العلبة. تاريخ الصلاحية دلوقتي بينضرب مع الورقة اللي محطوطة على العلبة من بره، عادي ما عادش فيه دلوقتي ضمير، ممكن ناس ما عندهاش ضمير وهينضرب عادي بسهولة، وده أسهل منه. حلو الكلام. طب هنعرفه ازاي يا شيف ان هو بايظ ولا مش بايظ؟ فتحنا العلبه واشترينا وخلاص، او المشروم ده بالصدفه موجود عندي في المطبخ، ما جبناه ومركون في الدواليب بتاعه المطبخ. هتفتح العلبه تاخدي حبيتين بالمشروم كده بايدك، لقيت المشروم تمسكيه بايدك كده لقيتيه طري جدا وزي المرهم، اعرف انه بقاش كويس خلاص، قاسي. حلو، طب عرفنا دي كمان. اقول لك على علامه تانية كمان علشان نتلاشى المشاكل والامراض اللي ممكن تجيبنا. الميه بتاعت المشروم المحفوظ اللي في العلبه لقيتيها فيها حاجات صغيره او فقاقيع صغيره او رغوه تبقى بايظه، لقيتي فيها ريحه غير انت متقبلاها تبقى بايظه. خدي بقى الايه العلامه الكبيره، اللحام بتاع العلبه اللي هي العلبه المقفوله مثلا، العلبه زي دي كده فبيبقى فيه لحام في النص هنا، اي علبه لازم تكنيكيا لازم تتلحم. انواع اللحام كتير قوي، كنت شغال لحام قبل كده اللي هو القصدير والنحاس، فخلي بالك اللحام اللي في النص ده لو لقيتيه مصدي بترمي المشروم بميتها بعلبتها في الزباله. حلو الكلام، لان ده كده الصناعه بتاعت الصاج صناعه رديئه واللحام لحام رديء جدا، دي المعلومه لازم نعرفها. لقيت اللحام مش باين وملوش اثار خالص، مش باين من لون العلبه، لان العلبه بتبقى متونه لون ذهبي او لون فضي، لقيت اللون مش باين خالص، اللحام مش باين، اعرف ان التمام زي الفل، الصنع 100%. يبقى احنا عرفنا شويه حاجات صغيرين كده لازم برؤيه العين نعرفها. نفتح العلبه ونخلي المشروم على جنب والميه ونشوف اللحام، لقيناه مصدي حتى لو انت شاريها من السوبر ماركت ولسه متعبيه امبارح، اعرف ان اللحام هنا هيعمل لك مشاكل صحيه احنا في غنى عنها. المشروم قطعناه والمكرونه جاهزه عندي، تعالوا نعمل الوايت صوص بتاعنا الجميل الحلو
عشان نعمل المكرونه بتاعتنا. الوايت صوص انت بقى تفنني فيه، معايا زعتر ومعايا ثوم ومعايا بصل ومعايا زبده. عايزه تعمليه بالزيت اهلا وسهلا، زيت زيتون مفيش مشكله. طاس على النار، نحط معلقه سمنه كده، بنحط بصله ناعمه، حلو قوي، بصله ناعمه، ونقلب دول كده مع بعض، حلو قوي تمام. بصلايه، فص ثوم محترم كده، الله. سهله خالص القصه. انا هخليكي تعملي الوايت صوص ده بطريقه سهله للمكرونه، سواء سباكيتي سواء بيلا، بشكل حلو. طبعا عينيا هنا فيها دموع والريحه مش كويسه، انا مش عاجباني بصراحه ريحه البصل والثوم. هو اعمل ايه؟ حط شويه الزعتر الحلوين دول. خلاص بقى المطبخ ريحته حلوه بالزعتر، جميله جدا. شفت الزعتر؟ هو ده. اختلفت بمجرد الزعتر ما يشم النار مع البصله والتومه، بيغير الجنسيه على طول. ناخد الطعم الشامي الاصيل الحلو اللي هي الزعتر الحلوه اللي احنا عارفينها، اهو الزعتر البري الحلو. الله. نبدا نحط ايه يا شيف؟ كمان شويه فلفل اسود، كل ده على البصله والتومه. مش هحط بهارات ثانيه انا. خلاص هنا الفلفل الاسود كمان ريحته حلوه قوي. انا بحب الفلفل الاسود مع الوايت صوص، حلو قوي بصراحه، خليها سبايسي كده حلوه خفيفه. نيجي بقى لاسرار عامر الصوص، معلقه دقيق. الله الله الله. شفت ازاي؟ يعني مع يعني احنا هنعمل قد ايه تقريبا؟ 2 كوب. ابص للحليب بعينيا كده. كفايه كده، حلو قوي. بس يعني معلقه دقيق كبيره، اقلب كده لغايه لما الدقيق يتحمر مع البصله والتومه والزعتر، واشم ريحه التحمير بتاعت الدقيقه بتاعت الدقيق نفسه. مش تاخد وقت يعني. شايف التحمير ده كده؟ هنا الدقيق بيتحمص. اشم ريحه الدقيق كويس زي الفل. خلي بالك هنا بقى المرحله اللي جايه ديت، تخلي بالنا منها. ناخد المضرب والحليب ونعمل الوايت صوص. واحده واحده كده. لحظه كده. يا نعم، معانا اتصال من الشرقيه والناس الشراوه والناس الكرمه. يا عم هشام ازيك؟ الله يستر حالك يا شيف، جزاك الله خيرا. امين يا رب، اشكرك. بارك الله في صحتك وعافيتك يا رب. امين يا رب. ازيك يا عم هشام؟ الله يخليك يا شيف. الله امرني يا غالي. الله انا عايز اسالك حضرتك سؤالين. يا انا تحت امرك. ومندي اللحمه. ايه يا مش سامعك، اتفضل. الله يخليك يا شيف، الله يخليك. عايز المندي؟ المندي والعزيزيه. العزيزيه. ايوه يا فندم. العزيزيه معانا مكرونه للعزيزيه، ماشي حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. تحت امرك يا سيدي. معلش هتعب حضرتك. لا تحت امرك يا الشراوه يا باشا الكرمه، عينيا. تحيه كبيره للناس الطيبين. بص يا سيدي، خلينا بالعزيزيه. العزيزيه طبعا بيبقى نوع حلو. بناخد المكرونه الاسباجيتي المسلوقه، نضربها في الخلاط مع 1 كوب من الحليب مع 3 بيضات مع نص كوب من السكر والفانيليا، كل ده مع بعض، وبنحطهم في كاسرولة وندخلهم الفرن. في اسهل من كده؟ تاني، خلاط. بتحط تقريبا نص كيس مكرونه سباكيتي مسلوق، بعد ما تتسلق كويس بتحطها في الخلاط، بتحط عليها 2 كوب من الحليب و3 بيضات، المقادير دي بالظبط، فانيليا رص معلقه، السكر نص كوب، كل ده يتضرب مع بعضه. البعض بيحط لها نشا عشان تدي قوام، والبعض لو انت ما غسلتش المكرونه بعد السليق ما تحطش نشا، غسلت المكرونه بعد السليق حط نشا. ليه يا عم الشيف؟ عشان كده بتفتقد النشويات نتيجه انك بتغسل المكرونه. طب ايه الصح يا عم الشيف؟ انك ما تغسلش المكرونه. كل ده بيتضرب في الخلاط، بتجيب كسروله تدهنها سمنه او زبده من بتاعه الشرقيه بتاعه خير بلدنا ديت، وبعدين تدهنها بقسماط، البقسماط هيمسك في الاطراف بتاعه الكسروله الازاز. نحط العزيزيه اللي هو الخليط ده كله، ونحط على الوش كده شويه مكسرات، لوز، زبيب، حاجات المكسرات الحلوه اللي عندنا في المطبخ من بقيه من رمضان، وندخلها الفرن. دي العزيزيه. اما المندي بقى قصته قصه. حلو، نسمع المندي. المندي طبعا الاصول بيتعمل دلوقتي فين؟ في الصحراء. نطلع مثلا اللي عندنا فيلا، عندنا مكان فيه واسعه، بنحفر له حفره ونجهز برميل، ونبدا البرميل ده طبعا يبقى فيه مكان للفحم يتولع، وبعد كده بيبقى فيه زي شبكه يتحط عليها اللحم. ده الطريقه الجميله، انا لسه واحد حبيبنا موريها لي من شويه، من فتره يعني. ونبدا نجيب الرز، والرز بيتحط ويتحط معاه التوابل العربيه اللي هي اللومي والقرنفل والقرفه الخشب
والورق اللورا والحبهان كل ده والملح والفلفل الاسود اللي هي البذور يعني بيسموها في الخليج مع الرز البسمتي الجميل وتحط الميه بتاعته العيار. ليه سموه مندي؟ لانه بيستوي نتيجه الندى بتاع اللحم او الزند الضاني اللي بينزل منه على وش الرز اسمه المندي. الاسم ده اسم على مسمى. او بالفراخ تعمله، نجيب الفراخ الكبيره ويتحط ويتعلق وزي الفل زي الفل تمام. عندنا الوايت صوص بتاعنا الجميل الحلو، الله ريحه الزعتر مع البصله ده جديد بقى. المشروم بتاعنا بننزل بيه كده، الله. حد يقول لي ما حمرتش المشروم مع البصله ليه؟ لا اهو سقط المشروم كده، الله، وياخد غلوه مع الوايت صوص. هو بيستوي بسرعه المشروم على فكره. المشروم بيتاكل ايه؟ طري ني يعني، مش محتاج ان هو يقعد في النار يغلي كتير. نقلب كده، ده مشروم بالودي على فكره. نقف محطه صغيره زوديها شويه شوربه، بقت شوربه المشروم بالكريم. شفت الكلام بقى؟ اهو ده شغل المطاعم بقى، شغل الخمس نجوم. زودي شوربه، حطها في كسروله دلوقتي، بقت شوربه المشروم بالكريمه. واحنا واقفين في المطبخ حطينا مكرونه زي دي كده، بقت المكرونه بالمشروم والكريمه. عندنا صدور دجاج، بقت شوربه المشروم بالدجاج والكريمه. ده المطبخ، انك انت لازم تكوني فاهمه مش حافظه. حلو. زود مكرونه كمان. والله انا ما بحبش المكرونه كتير، انا احب الوايت صوص كتير كده مع جبنه مع مشروم، لان المكرونه دي نزلت طلعت هي دقيق. وطبعا ايه، نهتم بالمهم، مشروم، الوايت صوص، صدور دجاج متقطع معاها، تبقى زي الفل. الطبق جاهز عندي زي الفل اهو، طعمه الزعتر مع المشروم. الله الله على شويه جبنه حلوين بقى يتحطوا كده على الوش. اوعى وش نغرف الطبق بتاعنا. الله، اخبار الدجاج هنطلعه طبعا ايه في المرحله الاخيره. استاذنا المخرج طبعا بس يقول لي وقت خلص، ابدا اطلع الايه الفراخ بتاعتي. الله على المكرونه دي زي الفل. المكرونه دي على فكره لازم تعمليها قبل ولادك ما يجوا على طول، لان ما ينفعش انك تعمليها وتسيبها فتره طويله. اعملي الوايت صوص مع المشروم وخليه على جنب، بس قربوا كلهم يجتمعوا على الطبليه كده ونقعد بتاعت زمان الحلوه ديت اللي بتلمنا كلنا. ابتدينا سقط المكرونه مع حته زبده حلوه مع شويه جبنه. اوعى وشك، اللهم صل على النبي. ده الطبق المكرونه بتاعنا الجميل، بنزينه طبعا مع شويه خضره او شويه جبنه حسب الرغبه، مفيش مشكله. بنفرمهم كده ناعمين، اللهم صل على النبي. مش عايز انا الخضار ده كده اهو، بقدونس، شبت، انا شخصيا بحبها مع الشبت، بس الشبت يكون قليل، الشبت قليل مع المكرونه بعشقه. يا سلام لو معموله بالجمبري بقى، ما اقولكيش. شويه بقدونس حلوين كده، هو ده الكلام. نشوف الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. شفت الوقت قليل جدا، بس عملنا اكل قيمه غذائيه عاليه جدا، سعرات حراريه احنا محتاجين لها زي الفل. تعالوا نطلع الفراخ مع بعض. يا رب تكون استوت، هو ده الكلام. تسلم ايدك يا عم الشيف. الله الله، ادي الفراخ بتاعتنا. اوعى وشك، هو ده الكلام. فراخ بالبصل والسماق، تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا كده استاذنا المخرج ايه قال لنا وقتك يا عم الشيف. ادي البصل، شفتوا ازاي؟ الله، شايف اول ما تلاقي الدبابيس فتحت كده، فتحت يعني بدا اللحم يسم العظم، اعرف ان هي استوت. الله، يا سلام عليك يا عم. دي بصراحه عايزه شويه خبز، عارفين الخبز اللي هو الصاج زي ما قلت من الاول. دي تبقى حلوه قوي معاها على فكره. ناخد من الخلطه الجميله الحلوه دي كده، نحط كده على الفراخ بتاعتنا دي سخنه. يا ويلي يا ويلي على البصله، شايفين البصل سليم ازاي؟ نفس التقطيع اللي انا قطعتها من شويه، مش ممكن ابدا يتقطع، لان هو كده واخد الشكل بتاعه، عايز احافظ على شكله. نفس الطريقه لما نيجي نعمله مع المسخن. الله، ده بقى مع الخبز الصاج الواحد يعمله سندوتش كده مع زيت زيتون مع طبق فتوش او تبوله. الف هنا وشفا. تمام، الصوص ده ننزله، ممكن ننزل منه شويه كده.
ده دبس الرمان اهو. يا ويلي يا ويلي على الطعم ده، حلو قوي. شفنا المطبخ بتاعنا النهارده، بس عشان نشوف احنا بدأنا ازاي. اول حاجه بدأت بيها الفراخ، حطيتها في الفرن، بقى عندي وقت اقدر اعمل اللي ورايا كله. بدأت اشتغل طبعا، النعناع الاخضر هنا مهم جدا على فكره. ليه يا عم الشيف؟ عشان الاكله بتاعتي فيها توم. حلو الكلام، زي الفل. بدأت ان انا حطيت الفراخ في الفرن بتاعنا، خدت وقتها في الفرن، مطبخي رايق وزي الفل. عملت طبق مكرونه جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين، ببساطه وسهوله. المكرونه اتسلقت من قبل، خدت الوايت صوص عملته بطريقه بصله وتومه مع الزعتر مع الدقيق، عملت الوايت صوص، سقطت المشروم، سقطت المكرونه غلوه على النار، بقدم معاها بقدونس او شبت او جبنه حسب الرغبه. الدجاج بتاعنا بالبسخن، ممكن نعملها بصدور، نعملها بفرخه سليمه مفيش مشكله، فرخه نقطعها نصين ونعملها بالخلطه مفيش مشكله. من مطبخ دريم حضراتكم بس اسالهم وانا اجاوب على طول بسهوله في وقت قليل جدا. ده اللي بيميزنا عن الاخرين، ازاي نعمل اكل قيمته الغذائيه عاليه جدا ولكن السعر قليل جدا. ده هدفنا من برنامجنا من مطبخ دريم. شكرا.